بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الكرة المصرية والتقدم إلى الخلف. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 680 من برنامجكم ملك وكتابة. حلقة الاثنين مفروض جاية في توقيت النادي الأهلي بيطوف حول القارات، بيجي من رأس الرجاء الصالح ثم ينتقل إلى آسيا لخوض مباراة مهمة على السوبر الأفريقي، لكن إذا بالعراقيل الكثيرة تقود الكرة المصرية للخلف. بص يا أستاذ إبراهيم، تعودنا على هذا وزهقنا منه وتعلمنا منه، ولولا القوة الكامنة جوه النادي الأهلي كانت فعلا كل المحاولات السابقة عرقلت جزء كبير من مسيرته. تنجح احيانا، ولكن الاهلي بيرجع تاني من اول التنظيم كل سنه كل سنه. مش قبل، يعني مش مثلا يجي يقول لك ايه السنه دي في اجانب خمسه، لا اربعه، لا ثلاثه، لا الفلسطيني من امه مصريه مصري، لا السوري مصري، طيب اللي في شمال افريقيا مصري، طب الغي السنه دي، طب الغي السنه الجايه، طب نزل خمسه كل سنه، وكأنهم لا يدركون أن هذا فيه إهدار لحقوق الأندية المصرية. كمان أنك أنت عمال بتتفنن إزاي تعاكس النادي الأهلي، اللي بيخوض معارك خارجية وعايز الدعم الكامل، لكن أنت مؤكد هتورينا حاجات مهمة النهاردة.